السلام عليكم. في هذا الفيديو هذه ديال اللي مازال حنا كندويو على لي زالكان، دونك حنا بغينا نتكلموا على لا رياكتيفيتي دي زالكان. اوكي، باش نكونوا واضحين، لي زالكان خصنا نكونوا كنعرفوا ستابيليتي ديالتهم ونعرفوا لا رياكتيفيتي ديالتهم. علاش؟ باش ملي نبغيو نبدلو شي هيدروجين من داك لي هيدروكاربور، حيت كما قلنا ان هيدروكاربور في غير كربون وهيدروجين، حنا كنوضو كنبغيو نبدلو داك الهيدروجين بشي حاجه اخرى، نديرو فيها او، نديرو فيها سي ال اللي بغينا. وانا تخيل معايا عندي واحد الموليكول فيها جوج ديال لي كربون، وانا ما عرفتش فين غادي نبدل اين كربون فيهم غادي نحيد له الهيدروجين. داكشي علاش انا ضروري نكون كنعرف لا رياكتيفيتي. البلو رياكتيف هو لو موان ستابل، والبلو ستابل هو لو موان رياكتيف. داكشي علاش خصني نكون كنعرف لا رياكتيفيتي، حيت البلو ستابل راه ستابل، راه ثابت، ميمكنليش نبدل ليه، ممكنش نحيد له هيدروجين، صافي ستابل شاد بلاصتو بحال شي عماره ريبه. انا قد نهرس دغيا نهبط العماره الريبه ونطلع في بلاصه دار، ولكن العماره اللي صحيحه راه ميمكنش دغيا نريبه. هذا هو الهدف، دونك خصني نكون عارفه لا رياكتيفيتي. الا كنت عارفه لا رياكتيفيتي راه ستابيليتي نقلبها. دونك الا بغيت نبدا بستابيليتي، دونك ملي كندوي على واحد لا ليزون سي اش، هذه واحد ليزون سي اش، ملي كندوي على مثلا اش سي اش سي اش، هذا كربون دوغري زيرو. لو رياكتيف كان واحد الكربون بريمير هي عندها راديكال واحد ا اش اش اش، هذا بلو رياكتيف كو واحد عنده كربون ار ار اش اش، اي بيان سور هذا بلو رياكتيف كو واحد عنده ممكن نزيد الخامس، ولكن ما عندي لاش نزيد داك اللي عنده ار 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 ار، لان هذاك اصلا ما عندك فين تبدل. علاش هذا بلو رياكتيف كو هذا، وهذا بلو ستابل كو هذا؟ دونك هذا بلو ستابل كو هذا، بلو ستابل كو هذا، بلو ستابل كو هذا، باغ كونتر ان هذا بلو رياكتيف. علاش؟ باش نحيدو هادي. علاش هذا بلو ستابل كو هذا؟ هنا كنعرفوا لا ديفيرونت الكترون نيجاتيفيتي ما بين سي و اش، هي بريسك ايكال زيرو. دونك هنا عندي واحد لي الكترون هنا كيكونوا، باغ كونتر هذا كيعطي واحد لافي دونور، دونك هذا ستابيليتي باغ واحد لافي دونور، دونك هذا كيعطي نفس الشيء، هذا كيعطي هذا كيعطي وهذا كيعطي وهذا كيعطي. داكشي علاش حنا كنقولوا بان هذا كربون بريمير، هذا سكوندير، وهذا الترسيير. بس ايه اللي كتكون باغ لي زالكيل؟ دونك هادشي اللي كاين، ولا بغيتو تعرفوا دونك سكي concernant stabilité des radicaux carbonés. Alors, on dit que c'est donc, radical tertiaire, carbone tertiaire plus stable que secondaire, plus stable que primaire, plus stable que degré zéro. وهذا هو لا كوز. دونك انا ملي مثلا يكون عندي واحد، باش نفهموا لو بوت من هاد لا فيديو هادي، انا مثلا كان عندي واحد كربون بحال هكا، كربون اش اش اش، لاصق في واحد كربون ار ار اش، راه اوتوماتيكمون ملي غادي نبغي ندير شي بلان ولا نبدل شي حاجه غنبدل في هاد الكربون هذا، هذا ما نقيسوش حيت ستابل باغ لي في ميزومير دونور ام بلس. عفوا اي بلس، حيت
حيت ام كتكون ان عفوا لي في اندكتيف انا شوي ديزولي دونك هادشي اللي كاين وكنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو وشكرا.